نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامجنا الحوارية، فقرة في غاية الأهمية نتكلم فيها تحت عنوان النهوض بإنتاج مصر من محاصيل الخضر. طبعا كل بيت مصري ما يقدرش يستغنى عن محاصيل الخضر، خاصة إن إحنا بنعتمد عليها كغذاء أساسي في الوجبات الرئيسية بتاعتنا. عشان كده هنتكلم مع حضراتكم النهاردة إيه الإجراءات اللي بيتم الأصناف الجديدة الشتلات وخلافه من مثل هذه الأمور المتعلقة بمحاصيل الخضر مع ضيفي العزيز الدكتور أحمد عبد الله عبد الصمد رئيس قسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية المركز القومي للبحوث ومؤسس ايضا ورئيس وحده تحسين تقاوي الخضر المصريه منذ 2006 والباحث الرئيسي لمشروع الحمله القوميه لانتاج اصناف وهجن وواعده من الخضر 2015-2016. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بشكل عام اخبار محاصيل الخضر عندنا ايه في مصر والاصناف اللي موجوده عندنا؟ هو طبعا لا يخفى على احد ان الازمات متكرره في موضوع التقاوي ده بالذات، لان احنا معتمدين بشكل كبير جدا او بشكل اساسي على الاستيراد من الخارج. والاستيراد من الخارج طبعا زي ما له مميزات له عيوب. مميزاته طبعا ان بقى انا بستورد او بستجلب صنف ناجح في بلاده، انتاجيته عاليه، قدرته الانتاجيه عاليه، والجوده بتاع الثمار بتاعته عاليه. لكن عيبه ان هو اولا لو استجد او تاقلمه مع البيئه المصريه بكل ظروفها اقل بكتير قوي مما لو احنا عملنا الصنف ده هنا في مصر. وده واضح جدا في مشكله الطماطم اللي كانت حاصله السنه اللي فاتت. صحيح. اظن لا تخفى على احد. هو مجرد ان هو ايه درجه الحراره زادت شويه عن المعتاد، المزارعين ما خدوش الرياكشن المظبوط، والصنف ما كانش عنده التأقلم على الوضع ده، فحصلت الأزمة الكبيرة اللي حصلت دي. طبعا هو العيب الآخر بقى والأشد خطورة هو الهوية الثقافية بتاع المصريين. أنا لما أكل على أصناف متربية لهولندا أو لأمريكا أو لأوروبا انا بنسى هويتي انا كمصري. لكن يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نصدر لمناطق معينه في اوروبا بيشترط عليا مواصفه معينه في الثمره، لدرجه ان في اسم طرز لثمره الطماطم لكل سوق. تمام. ليه انا كسوق مصري بستقبل كل حاجه وما بعنديش المواصفه بتاعتي؟ فهنا الخطوره بتقع في ان انا مستقبل وما عنديش شروط للاستقبال. يعني انا بستقبل اي حاجه جايه، مجرد ان هي انتاجيتها عاليه وبتقاوم عرم او بتصلح العروة من عروات الزراعه عندي، خلاص انا جبتها. لكن طب فين ذوق المستهلك بقى؟ حل المشكله دي في ذوق المستهلك فقط ولا في اجراءات ثانيه واجب اتخاذها؟ هو طبعا في اجراءات كثيره جدا. هو الوضع الحالي احنا يعني قد يكون الوضع العالي ينبئ بعجز المؤسسات العلمية عن انتاج. تمام. لكن ده مش حقيقي. الحقيقي او الواقع لو الزملاء اللي معانا في الاعداد بدأوا يعرضوا الصور اللي هو انا حطيتها على في جهود كبيرة جدا احنا عملناها من ايام التسعينات. الايام التسعينات احنا كنا تقريبا لسه كل المجموعه اللي هي الصور دي بتمثل شغلها. كنا كلنا في اولى وفي ثانيه كليه، وحصلت ازمه كبيره جدا برضو في الطماطم، بس كانت في الشتاء. تمام. كانت في الشتاء، كانت في اثناء يعني ما بنقدم الامتحان بتاع الدور الاول او الترم الاول. وحصل ان وصل سعر كيلو الطماطم في الفتره دي لسبعة جنيه. 7 جنيه في الوقت ده كنت انا كطالب كنت عايش مغترب، وكانوا ال7 جنيه دول بيكفوني الاسبوع مواصلات واكل وشرب. يا ما شاء الله. فال7 جنيه اديك حضرتك تتخيل ان هم 7 جنيه دول في قيمه 700 او 800 جنيه دلوقتي. تخيل تقدر انت تشتري كيلو طماطم ب 700 او 800 جنيه. فهنا لفت نظرنا كلنا. تصادف ان كان في اسبوع الجامعات بعد الامتحان مباشره. اتجمعنا كلنا من كليات الزراعه المختلفه في كفر الشيخ، في طنطا، في الدقهليه، في المنصوره. اتجمعنا كلنا وخدنا قرار بينا وبين بعضنا ان احنا دي هي مشكله بلدنا. نعم. واحنا لسه طلبه. وديت الشيء اللي احنا مفروض يعني بما ان ربنا يعني جمعنا في المكان ده وفي الوقت ده واحنا بندرس الزراعه، فيجب ان احنا وكلنا بسم الله ما شاء الله كلنا كنا ابلاء مزارعين. نعم. فكنا كلنا حاسين بالوجه الاخر من المشكله اللي هي من ناحيه المزارع. تمام. مش بس من ناحيه استاذ الجامعه والدارس، لا ده من ناحيه المزارع. اتجمعنا على هذه الفكره وقضينا حياتنا تخيل حضرتك من الثمانينات، من اواخر الثمانينات الى الان، واحنا مستمرين في عملنا. لكن للاسف وللاسف الشديد ان اللي هو متخذ القرار مش باصص للمجال ده على انه مجال
يبقى مهم وان احنا نشتغل فيه. احنا المجموعة هي برضو اللي بكلمك عنها، احنا دربنا ناس جولنا هنا من ليبيا تبع الفاو، مكتب الفاو الوحدة اللي حضرتك اشرت ليها في البداية، سجلتها كوحدة خبيرة في الفاو، جابت لي ناس من ليبيا اتدربوا معايا من 2006 ل 2009، في 2010 حققوا الاكتفاء الذاتي لليبيا للسوق الليبي. طبعا الاكتفاء الذاتي للسوق الليبي اسهل بكتير من الاكتفاء الذاتي للسوق المصري، نتيجه لان الكميه اللي هم بيستخدموها وبيستهلكوها اقل، وعدد السكان كمان. لكن يعني اللي انا اقصده ايه، لو في الويلنج او في النيه، لو في النيه من اللي هي تجمعت عندنا احنا كشباب ووصلنا لمرحله الشيخوخه دلوقتي ولسه شغالين فيها ونيتنا صادقه فيها، لو في النيه بقى من المسؤول ان هو يوفر لنا الامكانيات اللي تخلينا نستقطب شباب صغير، لان المجال كثيف العماله. نعم المجال بيحتاج، عشان انافس هاجين جاي لي من هولندا او جاي لي من اي دوله متقدمه، لازم ان انا اكون على الاقل خالص 80 او 90% من الكواليتي بتاعته. عشان اوصل لده انا محتاج ان انا اشتغل تلقيحات يدويه عشان اطلع هاجين. التلقيحات اليدويه ديت هي مهاره سهل اكتسابها، لكن برضو عاوزة الويلنج بتاع الشاب نفسه، او عاوزة النية بتاع الشاب نفسه ان هو يتحمل قسوة ان هو يقف في الشمس 3-4 ساعات متواصلة عشان يعمل مجموعة التهجينات المطلوبة منه. وبعدين عاوز، يجب ان هو عنده القدرة ان هو المرونة ان هو يتعلم، لان احنا بنشتغل بالملقاط والجفت زي الجراحين. مع الزهرة اللي هي يدوب بنشوفها بالعين المجردة، وأجزاء المتوك والطلع والمياسم يدوب حاجة بنشوفها بالعين المجردة، أو عاوز سكيل معين بحيث أن أنا أشيل جزء من الزهرة وأسيب جزء، أشيل المتوك مثلا عشان ما يلوث ليش التلقيح. فطبعا أنا حاطط برضو فيديوهات لو حضراتكم تحبوا تعرضوها. زمايلي في الكنترول دلوقتي تمام. فديت هم، وانا حاطط صور المتدربين الليبيين، وهم دلوقتي حاليا لما حصل الثورة عندهم وبتواصل معهم بعد الثورة، قالوا لي احنا حصل عندنا مشكلة غريبة جدا، ان كان الحكومة اللي هي المركزية بتضخ مرتباتنا في حساباتنا في البنوك، لكن بنروح البنوك ما لقيش فلوس، فاحنا ما عندناش حاجة. فكان الدخل بتاعنا الحقيقي ان احنا ننتج البذرة، نستمر في انتاج البذرة ونبيعها. نعم. تمام. ونصرف على نفسنا وعلى المشروع. تمام. يعني هم عاملين سيلف او مكتفين ذاتيا من الدخل بتاع الانتاج ده، بياكلوا ويشربوا وينتجوا للسنه الجايه. فالمجال مربح جدا. يكفي ان انا اقول لحضرتك مثلا ان جرام البذور من الطماطم سعره بيوصل للمزارع فوق 100 جنيه، يعني الكيلو الطماطم بذور الهجين فوق 100,000 جنيه. وكذلك بقى لو قارنت في الكنتالوب وفي البطيخ وفي الشمام وفي بقية المحاصيل، كل المحاصيل اللي هي بتنزرع كهجن السعر البذرة غالي جدا. احنا للأسف بندفع معظم المبلغ ده للخارج. مع ان في عندنا انتاج هنا يا فندم، اخبار الانتاجيه عندنا من البذور ايه؟ بص حضرتك، في محاولات فرديه. المحاوله الفرديه في مجال قومي ما تنفعش. يعني انا واحد من الناس خدت حمله قوميه في 2015 و2016، قدرت احقق ان انا اوصل لهجن تنافس المستورد وتفوق وتتفوق عليها في حاجات كثيره جدا. طبعا. واهم حاجه ان انا براعي ذوق المصري، والثانيه براعي تاقلم الصنف مع الظروف المحليه. تمام. موجوده هذه الاصناف دلوقتي؟ موجوده. بس لسبب غير معلوم انا مش عارفه. يعني قالوا برافو عليك انت، ودوني الحساب الختامي بتاعي، وما يعني ما فيش اي مشاكل في ان انا اخد الجزء المتبقي بتاعي من الحساب، من حساب المشروع. لكن برافو عليك وسايلنت بقى. ما حدش بيكلمني. عاوز اجدد، عاوز استمر، عاوز اسجل الاصناف دي. خلاص كيب سايلنت. السنه دي بس عملوا كول جديد وبادئين فيه، وبيجي لنا تعليقات المحكمين وبنرد عليها، لكن ما احناش عارفين فيه تمويل ولا لا. طب لما انا مشروع زي ده، انا بتوقف من اول 2017 لحد 2019 انتهت، يعني 3 سنين متتاليه، البذره ممكن تفقد حيويتها. طب وانت، وبعدين انا اصلا انت اصبتني بالاحباط. انا اشتغلت وقلت لي برافو عليك انت نجحت، خلينا اكمل اجيب لك زي ما جبت هجن في البدنجان والطماطم، اكمل واجيب هجن في الشمام في البطيخ. ففي هنا يعني في جهود
مبذولة، وفي صحوة حصلت في وزارة الزراعة بعد ما طبعا القيادة السياسية اتكلمت بصراحة بمنتهى الصراحة في الاعتماد على المنتج المحلي، ويعني اللي هو يمكن انتاجه في محليا كبديل للمستورد. وكان موضوع بذور الخضر كان مطروح بشكل مهم جدا في مشروع الصوب اللي هو بتنفذه القوات المسلحة، لكن برضو لسبب او لاخر انا معرفش كل الابعاد اختفى كلام. بدأت وزارة الزراعة تجمع الناس اللي هي تبع المعاهد بتاعتها بس، وتتعامل مع الـ يعني المركز القومي للبحوث بالنسبة لهم، بالرغم ان هو على مرمى حجر من الوزارة، ده كيان مجهل بالنسبة لهم. الراجل اللي كان ماسك حملة قومية وطلع هوجن ده يعني اعتبروه مش موجود، حتى ما دعونيش لاجتماع واحد. ففي عارف حضرتك في حاجة غريبة بتحصل في البلد. طب احنا عندنا القدرات وعندنا النية وفيه تجربة ناجحة، وإحنا شخصيا ولاد مصر اللي دربنا ولاد ليبيا وأنتجوا واكتفوا ذاتيا. طب هذه الأصناف خلينا نتكلم عن ميزاتها، أهميتها، الإنتاجية بتاعتها، بحيث أن احنا برضو نعرف المشاهد والسادة المزارعين وتحديدا مزارعي الطماطم أو هذه المحاصيل الخضرية بشكل عام، نعرفوا ميزاتها ازاي نقدر نتوسع منها. طب الدور الواجب على الدوله بالتعاون طبعا مع علماء زي حضرتك بحيث يكون عندنا بذور جديده وانتاجيات مهمه جدا منها. شوف حضرتك هو حضرتك انا مهمتي دلوقتي في الوقت اللي انا فيه ده صعب جدا وبتصعب كل يوم. ليه بقى؟ لان انا عمال استورد اصناف، فكده اللي معروض عند المستهلك اللي هو المزارع، المستهلك بتاعي هو المزارع، كتير، فيجب ان انا انافس ده، يعني انافس تكنولوجيات بينصرف عليها مليارات يعني الحمله القوميه ديت احنا صرفنا مليون جنيه في سنتين. مليون جنيه في سنتين دول لو ليا زميل مثلا في هولندا او في امريكا وبعرض عليه ان هو ياخد مليون جنيه في خلال سنتين عشان ينفذ مشروع هيضحك، لان وخصوصا في المجال ده، لان المجال ده مجال محتاج تكنولوجيات دقيقة جدا، محتاج أجهزة زي مثلا أجهزة الدي ان اي والبي سي ار وتكنولوجيا البصمة الوراثية وغيره وغيره، تقنيات التكنولوجيا الحيوية عشان أقدر إن أنا أوصل لسلالة نقية في وقت أقل. كل ديت محتاجة فلوس، فالرقم اللي أنا خدته مفيش، ومع ذلك احنا حققنا نجاح ورغم كل هذا وقف. طيب انا بنافس مين؟ انا بنافس كل العالم، لان كل العالم دلوقتي بيصدر لي. صحيح. فانا مهمتي ان انا اشوف انا دلوقتي اتارجت عروه معينه من الطماطم واشوف كام صنف بينزرعوا فيها، 3 4 اصناف هم دول اللي واخدين الترند في السوق او بيبيعوا اعلى ارقام. تمام. اقوم اوجه برنامجي ان انا اطلع اصناف بديله للاصناف دي في كل مميزاتها. تمام. هو باي ذا واي بقى نتيجه لان السلالات دي متربيه هنا في مصر، فبتبقى لوحدها هي ونسلها قادره على التاقلم مع الظروف البيئيه اللي سايده في مصر والامراض والسلالات المرض اللي سايده في مصر. تمام. وبناء عليه بالتاكيد اقدر اقول لك ان انا اقدر احقق 90 من 80 ل 90% كواليتي زي المستورد. تمام. لكن لما بوصل للنقطه دي ببقى انا متفوق في حاجتين، في تكلفة الزراعة أولا، تكلفة البذرة المنتجة هنا ممكن أقدر أقول لحضرتك وأنا مرتاح ممكن أبيع بواحد على 3 من الثمن السائد وأنا كسبان. تمام. يعني لو في شركة تبنت الموضوع ده ممكن تبيع بتلت السعر السائد وهي كسبانة، تبيع البديل المحلي. التانية إن المزارع لما بياخد مني بيبقى محتاج كيماويات أقل، محتاج رعاية أقل، محتاج ري اقل، لان الاصناف دي اتربت يعني هنا كبير يعني. لا الاصناف دي اتربت هنا، فهم بيصرفوا فلوس كتيره جدا عشان يعملوا حته الاكلمايزيشن او ان هو يتغلب على ان الصنف مش متاقلم تماما. صحيح. ان الصنف حساس للسلاله المرضيه سيده هنا. لكن انا صنفي انا يعني سواء قاصد او بدون ما اقصد، وبيبقى بالتاكيد لما بنيجي نقيمه بيبقى اكثر قدرة وأكثر تفوقا على كل المستورد في الحتة دي، لأنه هو تربى هنا. الأخيرة خالص بقى، أنا كمربي أنا تربيت في مصر وثقافتي مصرية، لما باجي أحكم عندي مثلا 10 أصناف وعاوز أنجح صنف بيبقى هنا الطعم عامل عندي اللي هو الغايب عن الخواجة اللي أو البريدر أو المربي اللي بيربي في هولندا، لأنه ما يعرفش بالظبط، ما عندوش مواصفة لذوقك أنت. إحنا كدولة ما عملناش مواصفة،
يعني معظم ابحاثي في الفتره من 2010 من قبل 2010 من 2008 لحد دلوقتي منصبه ان انا بحاول اعمل مواصفه للذوق المصري. الذوق المصري مثلا بيحب في الكنتالوب والبطيخ، طلع ان هو بيحب لما يبقى فيه سكريات غير مختزله، وده اكثر صحه. انا لما اخد سكريات مختزله غير سوري بيحب السكريات المختزله. السكريات الغير مختزله زي الجلوكوز ديت بتسبب امراض، لكن السكر سكر الفركتوز مهما كلت حاجه عليها سكر فركتوز مش هيسبب لي مرض. وبناء عليه في حاجات كتيره جدا وابعاد كتيره جدا غايبه بتيجي بايزاوي. واحنا لان انا لما باجي انا عندي ثلاث اصناف كلهم زي الفل، تمام. انا ما ارجح، انا ارجح اللي طعمه حلو، صحيح. يقوم المستهلك اللي هو المزارع هيزرع وهياخد نفس الانتاجيه بتاع الاخر، لكن المستهلك بقى الاخير اللي هو مستهلك الثمره هيحب الصنف ده، تمام. هيرضى بيه، هيبقى في يعني في معدل رضا باني انا ككيان زراعي في البلد بقدم له حاجه ترضي رغبته، صحيح. مش بياكل الطماطم مثلا او الكنتالوب او البطيخ وهو شبه مش راضي، هو صحيح. بعد ما بياكل يعني الكنتالوب اللي هو بينباع في الشتاء عندنا غالبا بتحس بطعم الدهيد وكحول في حلقك، طعم دواء. اظن ديت ده من ايه بقى دكتور؟ لان هم اصلا الذوق الاجنبي الاصناف ديت بتبقى الجاليه اللي هو طراز الجاليه. طراز الجاليه ده بيتربى اصلا عشان التصدير، التصدير بيصدر لاوروبا، تمام. هم بيستخدموه كمزات مع الشرب بتاعهم، فهم محتاجين النوع ده من الالدهيدات والكحول في الثمره. انا باكل مش عشان انا عاوز كده، انا باكل عشان ده المطروح قدامي، صحيح. ومش راضي. لكن انا لو طلعت شمام مصري بالطعم والنكهه المصريه، تمام، مليون الميه هو بتاع زمان ده اللي احنا كنا نشوفه مسكر ريحته جميله كده وموجود، وحضرتك الصور يعني هتبين دلوقتي للناس ان موجود، ما هواش مندثر. هو قد يكون مندثر من السوق، لكن احنا بنبحث. يعني انا واحد من الناس عملت رحله في 2000 في سنه 95 و96، ما خليتش واحه من الواحات اللي ما رحتها، ما خليتش قريه منعزله ورا الجبال في الصعيد اللي ما رحتها، عشان ادور على الاصناف اللي هي قد تكون عرضه للاندثار. خلي بالك بكلم حضرتك 95 ما شاء الله، السنه دي كام؟ 2019، يعني 24 سنه. عشان احافظ بقى على السلالات دي معايا محتاج ان انا اجدد حيويتها كل 3 سنين، تمام. وغالبا ما معيش تمويل. تمويلي ده اللي هو المرتب اللي اي حد بياخده يصرفه على بيته وعياله، انا بصرف منه على شغلي، تمام. فعارف حضرتك في معاناه، بس احنا اللي هو الهدف الاولاني واراده ربنا اللي جمعتنا في الاول وخلتنا نتعاهد على كده، بنفكر بعض. اللي حتى اللي بيقاس مننا بنفكره، بنقول له ما تنساش احنا خدنا عهد قدام ربنا، وربنا هيحاسبنا، والبلد دي في يوم من الايام هتصحى وتفوق وتحس بوجودنا. بس امتى تصحى وتفوق؟ انا خلاص انا دلوقتي عديت 50 سنه، عشان امسك ملقاط واشتغل في ظهره ايدي بعد 5 دقايق تبدا تتهز، عشان عندي سكر وضغط، صحيح. ايدي هتتهز من الاعصاب، الاعصاب الطرفيه عندي. انا محتاج شاب واثنين وثلاثه وعشرة اعلمهم. انا بحيي حضرتك طبعا على المجهود الكبير الجبار اللي انت بتبذله. شايف حضرتك عايز تضيف حاجه، ولكن برضو مع الاضافه في دقيقه استاذن حضرتك، بس تقول لنا ايه المطلوب لانتاج بذور جديده، تمام. بحيث ان احنا نقدر نتوسع من هي الحته دي اللي انا كنت عاوز اصدرك فيها. اتفضل. مفروض مطلوب زي اي حته في العالم، السوق البلد بيستهلك قد ايه بذور في السنه، بكام مليون، في رقم معين بينفرد في حدود 10% على الاسعار دي، اسعار البذور المتداوله دي، بيتخصص للبحوث الخاصه بتطوير بذور واصناف جديده، تمام. القاعده دي مش معموله في مصر للاسف. لو احنا طبقناها في مصر هنخلق يعني هنخلق تمويل دائم ومستمر، تمام. حتى الصنف المصري اللي هيدخل الاسواق افرض عليه 10% عشان الابن الصغير، او مش يعني بتكلم على ابني مين، ابني في العلم، مش ابني من صلب، يعني اللي هو الولد اللي لسه زي ما انا كنت في ثانيه كليه كده وعاوز يدخل في المجال ده، يلاقي تمويل يشتغل بيه بحوثه، والبحوث دي تبقى موجهه لان في كيان بقى في البلد، صحيح. وليكن تبع وزارة الزراعة، تبع مجلس الوزراء، دي مش قضيتي، تمام. بس الكيان ده مسؤول عن صناعة البذرة في مصر، وعنده التمويل اهو من 10% من ثمن البذور المتداولة، تمام. ده هيخلق مليارات سنويا، صحيح. المليارات دي نعم. تتوجه
للبحوث صحيح. وتتوجه للانتاج صحيح. انا في مرحله من مراحل ماجستير ودكتوراه ولسه ما عنديش حاجه تنافس المستورد اديله يكمل بحثه صحيح. لانه في يوم من الايام هيوصل صحيح. لكن واحد زي حالاتي او واحد مثلا انا من 10 سنين وعندي اصناف تنافس تمام. طيب اتعاقد معايا تعاقد مش تعاقد بحثي نعم. ما تطلبش مني ورق اطلب مني بذره. انا بضم صوت لصوت حضرتك يا دكتور، واجب ان يكون هناك دعم لكافه الباحثين لان ده من شانه بيطلع علينا بحوث نقدر نستفاد منها، بيسخر لنا كافه السبل والوسائل احنا نقدر نزود منها الانتاجيه، ده في المقام الاول. تاني حاجه بيبقى عندنا اصناف نقدر نعتمد عليها تناسب الذوق المصري. اتمنى رب كل التوفيق، وحته التمويل الخاصه بدعم البحوث دي محتاجين الحقيقه في المرحله اللي جايه مش بس نزودها ولكن نهتم بيها حتى نشجع كافه الباحثين والعلماء عندنا في مصر. انا بحيي حضرتك يا دكتور على المجهود الجبار اللي بتبذله في هذا الشان، وان شاء الله المرحله اللي جايه يكون افضل باذن الله. استدراك انا مش موجود لوحدي، لمجهود زملاء دفعه كامله تمام. وممكن اذكرهم بالاسم طبعًا. يعني احنا بنحييهم طبعا مش لوحدي بس، عشان لا طبعا احنا بنحيي حضرتك وبنحيي كل الزملاء وكل مواطن مصري محترم بيوظف كل طاقته في سبيل تقديم ابحاث علميه او كل ما يخدم الدوله المصريه. اتمنى رب له كل التوفيق، واجب على الدوله ايضا تدعمه. شكرا ليك ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عبد الله عبد الصمد، رئيس قسم التكنولوجيا الحصاد البستانية بالمركز القومي للبحوث ومؤسس ورئيس وحدة تحسين تقاوي الخضر المصرية منذ عام 2006، والباحث الرئيس لمشروع الحملة القومية لإنتاج أصناف وأجن واعدة من الخضر. شكرا لك يا فندم، شرفتني. وأنا شاكر فضلكم في أن أنتم تدونا الفرصة ديت، يمكن حد من متخذ القرار يسمع. يا رب يا رب إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل وفقرة حوارية أخرى من ساعة صبحية، انتظرونا.